يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، وهلأ وصلنا لفقرتنا الحوارية الأولى لليوم. أقام مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين قسم الموارد البشرية والتطوير الإداري ندوة تعريفية بالمركز وأهميته في تقييم العمل الجامعي بكل مفاصله، إضافة إلى تكريم بعض الكليات التي خضعت إلى مقاييس التقييم والجودة. لنتعرف إلى هذا المركز والندوة التي أقامها في إطار إطلاق مشاريع التطوير الإداري وعن تكريم بعض الكليات بجامعة تشرين ومقاييس الجودة، نستضيف الدكتور مديان الضابط رئيس قسم الموارد البشرية والتطوير الإداري في مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور مديان، أهلا وسهلا فيك. بالشكر، ويعني دائما نتمنى يعني المزيد من اللمعان والإشراق لهذه القناة الرائعة جدا، طبعا بفضل وجودكم وجود الكادر الرائع المتميز. نتمنى لكم التوفيق دائما من كل قلبنا. طبعا هذا الحكي من بعد الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا، وبعد كم يوم أحلى عيد بالعالم هو عيد الجيش العربي السوري. إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالنصر المؤزر إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. ونحن يعني في إطار دائما الحديث عن جامعاتنا والتطوير اللي عم يعني بيتلم فيه الجامعات دائما لتطوير أداء أو عملة، أحدث مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين، وهذا الحقيقة قياس كتير مهم لأداء جامعاتنا. نتعرف على هذا المركز، يعني إمتى تأسس، لبعدين نخوض بقى بتفاصيل أكثر. موضوع يعني موضوع الجودة ربما من مواضيع الشغل الشاغل على مستوى العالم أجمع. طبعا هو مفهوم حديث نسبيا، مع بداية الثمانينات نشأ هذا المفهوم وتطور، وصار فيه كتير من الأبحاث والدراسات. طبعا بدأ في المؤسسات والشركات الصناعية في البداية، بعدين بلش يفوت على الخدمات، بعدين بلش يفوت مؤخرا على التعليم العالي لا شك. مركز ضمان الجودة تأسس في عام، طبعا كان في عنا شيء اسمه مديرية ضمان الجودة كانت قبل المركز، إنما المركز تأسس في عام 2011 بشكله الحالي. المركز يتألف من 6 أقسام رئيسية: قسم التدقيق والمتابعة، قسم جودة يتعلق يعني يهتم بجودة العملية التعليمية، جودة البحث العلمي وخدمة المجتمع، إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري، قسم يتعلق بالتخطيط والتوثيق، قسم يتعلق بالتدريب والإعلام. هلا هالأقسام الستة إذا منشوفهم مع بعضهم كأنه عم نشوف نحن عنا شيء اسمه تخطيط، عنا شيء له علاقة بالتنفيذ، عنا شيء له علاقة بالتقويم والرقابة وضبط الأداء، عنا شيء له علاقة بالتصحيح. يعني هي أقسام تتكامل مع بعض البعض، واحد اثنين لتغطي الرسالة أو مقومات رسالة جامعية. رسالة الجامعة هي 3 محاور، هي 3 نجمات حلوين نحاول نشتغل عليهم، يلي هي أول شيء العملية التعليمية بشكل أساسي، خدمة البحث العلمي، زائد الرسالة أو المحور الثالث أو النجمة الثالثة هي خدمة المجتمع. إذا اليوم العمل الجامعي الأكاديمي إذا رسالته هي من هالمحاور الثلاثة تتكامل مع بعض البعض، لنقول أنا عندي هون رسالة جامعية أكاديمية عم أديها أنا بشكل أنسب. إذا في عندي أنا 6 أقسام، نلاحظ أنه بتغطي كل هذه المحاور إلى حد كبير. إلى حد كبير. طبعا الأقسام الستة عم تشتغل بفعالية وبشكل نوعي من عام 2011. طبعا الشيء الجميل بالموضوع تأسس ربما ترافق مع بداية طبعا هذه الحرب الضروس على سوريا. البعض بيقول أنه عندنا معوقات أنه ممكن توقف شوي من العمل، ممكن تقلل منه. ربما نقول نحن في مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين اليوم هذه الحرب الضروس أو هذه يعني طبعا التي نعاني منها أو التي نواجهها اليوم كانت حافز لأن لنشتغل اليوم ونعمل شيء في هذه الظروف بالذات، لأنه دائما نحن بنقول هي من خلال الوجع والألم بيطلع الشيء دائما المنيح والكويس. ونشوف كثير من الدول اللي تعرضت لهيك أزمات وعقوبات، لاحظ كيف صمدت، ولاحظ كيف أنتجت نماذج الخاصة الذاتية، تجربة الخاصة الذاتية. وهلا مفوت بالتجارب اللي عم تشغلنا عليها واللي عم نشتغل عليها حاليا. بنحكي أكثر عن الأقسام اللي ندخل بتفاصيل هدف كل قسم، أداؤه يعني أهدافه صحيح. كيف صحيح. نحكي أكثر بهذا الموضوع. صحيح طبعا القسم الأول رح نحكي عن العملية التعليمية، هو يلي بيهتم بشكل أساسي بجودة العملية التعليمية. جودة العملية التعليمية عندما نتحدث أول شيء نتحدث عن الجودة كمفهوم، شو هو الجودة؟ الجودة طبعا لغة هو العمل المتقن، وهذا موجود بأدبياتنا نحن تاريخيا
مش موضوع جديد على الإطلاق. تعريف الشهير اللي عرفه دينر بيقول هو دائما التوافق مع حاجات ومتطلبات المستفيد. اليوم أنا ما عندي منتج أو خدمة بأديها، إذا يجب هذا المنتج أو الخدمة اللي عم أديها يجب أن تتوافق مع حاجات ومتطلبات المستفيد من هذا المنتج أو الخدمة. المستفيد بشركة صناعية هو العميل الزبون، صحيح. المستفيد بالعملية التعليمية هو الطالب، هو الأسرة، هو سوق العمل بالنتيجة. إذن إلى أي مدى هذا المنتج، هلا نحكي هلا بالتعليم العالي، هو التعليم، إلى أي مدى هذا المنتج التعلم والتعليم يا ترى يلبي متطلبات أو حاجات هذا المستفيد، يعني هذا الطالب أو أسرته، ليش بعتت الطالب لتعلمه، أو سوق العمل، أرباب العمل اليوم. وبالتالي إذا أنا ما عم بقدر أخلق منتج على درجة عالية من الكفاءة قادر على العمل في إذن الأسواق، في مجتمعنا، في عملية البناء، إذا أنا معناتها في عندي مشكلة، في خلل. إذا نبدأ من هون رح ننطلق من العملية التعليمية، وبالتالي إذا يجب أن تؤدى العملية التعليمية على درجة عالية من الكفاءة. الجودة بالضرورة مخرجاتها شو هي؟ أنا بقول عندي جودة إيمت، بقول عندي منتج نوعي بأقل التكاليف وبأقل قدر ممكن من الأخطاء وبأقل قدر ممكن من الأخطاء. إذا وبالتالي بقول أنا اليوم هالعملية التعليمية، هالمحاضرة، أنا دكتور عم فوت عم بعمل محاضرة، إلى أي مدى هالمحاضرة فعلا تمتاز بهذه المعايير؟ إذا بالمعايير بمعنى آخر، اليوم العملية التعليمية لما أنا عم بعطي محاضرة، لما أنا عم بعطي نشاط، لما عم بأدي عمل ما في هذا الإطار، يا ترى إلى أي مدى عم بحقق مجموعة من المعايير؟ هالمعايير توفرة يعني أنا عم بأدي محاضرة جيدة. من هون إذا أطلق في وزارة التعليم العالي ما يسمى معايير، المعايير الوطنية الأكاديمية المرجعية النارس، يلي على أساسها وصفت كل المقررات بسوريا. اليوم ما في مقرر بجامعة تشرين ما نموصف. شو يعني موصف؟ يعني له رؤية، رسالة، وأهداف، له معايير، له وصف. طبعا هي معايير، له وصف معين، له مجموعة من المهارات، مخرجات. ها عظيم. إذا أنا طيب فت عملت أنا محاضرتي وطلعت بمقرر معين، مين قال أنه أنا جيد؟ إذا يا ترى هوني في مجموعة من المهارات اللي ربطناها، يا ترى هالمقرر أنا إذا أعطيته، المحاسبة الضريبية مقرر أنا بعطيه بالاقتصاد، هالمحاسبة الضريبية لما أنا بعطيها مقرر أنا بعطيه، تمام، يا ترى إلى أي مدى حقق النتائج مرجوة منه؟ إذا من خلال توصيل مجموعة من المهارات، في 4 أنواع من المهارات بتوصيف مقرر، إذا قدرت وصلها أنا للطالب، إذا معناته أنا بكون حققت الجودة المطلوبة. إذا هذه عبارة عن معايير مرجعية عم نعتمد عليها، طبعا مع المهارات الذهنية، المهارات المهنية، مهارات القابلة للنقل، في 4 أنواع مهارات اللي هي المخرجات. إذا بالعملية التعليمية لما بنقول جودة بدأنا نربط شو المقرر مع المخرجات. إذا بلشنا نحط أهداف وبالتالي صممنا مجموعة من المخرجات وقلنا هذا العمل بده يؤدي إلى هذه المخرجات، بيجي أنا وياكم منقول طيب مين قال أنه حقق هالمخرجات؟ إذا لابد من عملية الاستبيان أيضا. إذا صممنا استبانات، صار الطالب بتوزع له كل فصل استباني، بهالاستباني بيجاوب على أسئلة معينة من خلالها يقوم هذا الطالب فيما إذا أدى هذا الأستاذ العملية التدريسية في هذا المقرر بالشكل الأفضل. إذا صار في عنا استباني، إذا هو ليس حتى تقويم شخصي أو تقويم مجموعة، هو عملية تدريسية الاستبياني وفق يعني معايير تماما. إذا نحن عم نقوم عملية، طبعا الاستبيان مصمم وفق أسئلة، هالأسئلة عم بتقيس مؤشرات. نحن في عنا مثل دائما بنقول إنجليزي شهير، قول شهير إنجليزي، أي موضوع ما بقدر قيسه ما بقدر أضبطه أو راقبه. فإذا لابد من مقاييس، إذا الجودة هي معايير ومقاييس أيضا، مقاييس هذه المقاييس هو علم قائم بقوم الأداء. بس أنا بدي أعتذر منك، يعني أكيد نوجه تحية الكبار والإجلال لكل شهدائنا، ومثل ما شفنا على العاجل ارتقاء الزميل الإعلامي سائر شمس الدين العجلاني أثناء قيامه بواجبه المهني في منطقة جوبر بتغطيته للمعارك. رحمة لروح زميلنا الإعلامي ولأرواح كل شهدائنا الأبرار، ودائما إن شاء الله الصمود لشعبنا ولجيشنا الباسل وشهدائنا اليوم كما قال
السيد الرئيس هو قدر لكن هو أكيد هدف النصر القريب إن شاء الله. دكتور بالعودة يعني كل الحقيقة كلهم أكيد لهذا البطل ونحن كلهم في مكانه الحقيقة يقاوم وهو يعني مناضل وهو بطل وهو يواجه وهو يصمد. اليوم الإعلامي أبدا مقاتل من الجيش العربي السوري، كل من يعمل بشرف في موقعه لا شك هو من هذا الفريق الذي يقاتل والذي يصمد والذي يناضل في يعني هذه الحرب الضروسة. نعم. شك كل الرحمة لروحه. بالعودة لحديثنا دكتور، يعني هلأ أنتم كمركز كادركم هو اللي عم بيقوم بهي العمليات ولا أنتم كل كلية معنية بأنه يكون فيها كادر يقيس؟ يعني هل أنتم مركز يعني مهني لهذا الأمر ولا أنتم مركز لإعطاء الإرشادات أو لتقديم مقاييس العمل فقط؟ كلام سؤال كتير جميل. من الجودة لابد أن يكون هناك عمل جماعي وفرق عمل تتشكل بيشتغل من خلال روح الفريق. لا شك تم تشكيل من تأسيس المركز تشكيل وحدات ضمان الجودة في كل كليات الجامعة ومعاهد العليا. إذن تم تشكيل وحدات ضمان الجودة، هذه الوحدات إذن ترتبط مع مركز ضمان الجودة، المركز مع الوحدات في عنده مجلس اسمه مجلس وحدات ضمان الجودة كل شهر بيجتمع برأسه أو يتبع لنائب رئيس الجامعة لشؤون العلمية، كما أنه هو كله بيتبع لمجلس اسمه مجلس ضمان الجودة على مستوى الجامعة برأسه رئيس الجامعة. إذن المركز يعمل إذن أولا نعم أكاديميا علميا ومهنيا في آن واحد تطبيق. من خلال التشبيك مع شبكة رائعة جدا من العاملين سواء من أعضاء الهيئة التدريسية أو من الفنيين. هون أنا بدي أقول شغلي بعد خبرة 3 سنوات أو بعد عمل بخبرة متواضعة بعد عمل 3 سنوات بهذا القسم، سوريا تزخر يعني بالموارد البشرية الكفوءة. نعم. لا شك يعني نحن وضعنا من خلال رح نحكي عن الموارد لا شك عن يعني شك. يعني نحن عم نشبك بعد ما نحن معنا لقطات من الندوة يعني اللي تمام. أقمتوها ناخذ فكرة عن هاي الندوة اللي هي تدخل في إطار الموارد البشرية، بنحكي شوي عنها لحتى بعدين نشوف تقرير تمام. عن الندوة. نعم دكتور تفضل. تمام. بالنسبة لقسم إدارة موارد بشرية التطوير الإداري، لا شك أيضا ضمن عملية اليوم نظم إدارة الجودة العنصر البشري هو العنصر الأهم اليوم. الاستثمار بالعنصر البشري، تنمية العنصر البشري، تحسين كفاءة العنصر البشري إذن هو نقطة الارتكاز الأساسية بأي عملية تطويرية أولا. ثانيا الموضوع إذن إدارة موارد بشرية ترتكز إذن على هذه التنمية أو هذا الاستثمار في رأس المال البشري بشكل نوعي. واحد اثنين بالتطوير الإداري ما بقدر أعمل تطوير في مجال الإدارة إذا ما كان عندي عنصر بشري فعال. إذا الموارد البشرية والتطوير الإداري هن عبارة عن حلقتين ثنائية العمل تماما بطريقة يعني متشابكة للغاية. انطلقنا نحن إذا من خلال محورين أساسيين. إدارة الموارد البشرية تتألف من سلسلة من الأنشطة. هذه الأنشطة تبدأ من عملية التوصيف الوظيفي. اليوم إذا ما عندي توصيف وظيفي، هل التوصيف يحدد مهام المسمى الوظيفي ومهام شاغل الوظيفي والشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفي زائد مجموعة المهارات لازم يمتلكها، إذا أنا ما بقدر أعمل له تقويم أداء. كيف بدي أقوم أداء أنا موظف أو عامل أو دكتور إذا أنا ماني محدد مهامه بالضبط وشو هي المهارات اللي بتلكها؟ عظيم. إذا أنا إذا عندي توصيف بقدر أقوم أداء، لما بقدر أقوم أداء وفق معايير هي رح تكون المرحلة الثانية من شغلنا. أنا بقدر على أساسها شو أول شيء إنه أعرف وين مين الجيد النوعي حفزه رقيه. أيضا إذا عندي نقاط ضعف أقدر أتلافها من خلال نشاط ثالث هو التدريب التريننج. فأنا لما إذا بشتغل على التدريب إذا الحجر الأساس هو في التوصيف والتوصيف الوظيفي. رجعنا للنظام الداخلي اليوم في قضية كتير أساسية عنا. اليوم نحن في عنا تشريعات قوانين وأنظمة صحيح ولوائح عم نشتغل فيها، بس كخارطة تنظيمية مش موجودة عنا للأسف. وكثير من مؤسسات وشركات مو بس بالجامعة بالقطاع العام يعني أنت بتشوفي مثلا مئات القرارات مجلس تعليم عالي من طبعا عندنا قوانين ولوائح تنفيذية عم نشتغل فيها، بس أدلة إجرائية مرجعية بقضية معينة ما عندنا يعني. تماما عظيم.
جينا نحن على التوصيف الوظيفي نبلش نحن نشتغل توصيف وظيفي. طيب عندنا نظام داخلي قديم من عام 1988 طلعنا عليه ما في توصيف وظيفي للكليات. إذا حتى نقدر نشتغل على تطوير الكليات إذا لابد إدارة موارد بشرية توصيف وظيفي إذا لابد من وضع توصيف وظيفي. بدأنا بوضع من سنتين هي هذا بكل الدوائر وكل صحيح المؤسسات ولكن أنا بأكد ليك للأسف الشديد أن في طبعا النظام الداخلي فيه توصيف وظيفي ولكن كان منصب على المديريات وأصبح قديم. يعني أنا عندي بالتوصيف الوظيفي القديم ضارب آلي كاتبة في شيء اسمه بقى ضارب آلي كاتبة هلا. إذا هناك تغييرات جوهرية بالمسميات بالوظائف من 88 ما تعدل. وأنا بأكد لك هالمسألة هي عامة موجودة وبالشهادات دكتور بالشهادات والمؤهلات يعني كان صف تاسع يتعين ممكن هاي اليوم اليوم صف تاسع هو عملية مثل محو أمية كان صحيح من قبل بكالوريا كان إلى شيء نعم زائد شروط المعلوماتية هلأ الشهادة المعلوماتية اليوم اللغة إلى أهم من الشهادة الأساسية أصبحت بزمننا تماماً الحالي. أضف إلى ذلك في قيم مضافة جديدة صحيح زائد أنه صار في عندي مجموعة من المهارات الإدارية لازم تتوفر هذه أساسية للشغل الوظيفي. إذا قضية مهمة بتلاقي عندنا واحد بيدخل مثلا معاون رئيس شعبي بضل 30 سنة معاون رئيس شعبي في مشكلة يعني طبعا أنا ما عم بحكي بس عن الجامعة هذه مشكلة عامة في كل مؤسسات شركة الطاقة. إذا قلنا رح نبدأ بعملية شو إذا وضع توصيف وظيفي أهم شيء حديث راقي يتلائم مع التوصيفات الوظيفية الموجودة بأحسن الدول بالعالم ولكن يتناسب مع بيئتنا السورية. طبعا المعلومة صغيرة بدي أقول لكم عليها الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة وضع تعديل للنظام الداخلي ولكن للأسف لم يعني لما وضع وخلص منه ما بعرف قديش وقت كلف مشروع لما طبقناه لم يكن صالح للتطبيق في البيئة السورية. طبعا كل يعني إذا لكل بيئة إلى خصوصيتها. إذا ما أجمل اليوم يكون عندي مورد بشري نوعي ببيئة فهمانة بشكل عميق وينتج هذه المنتجات بشكل محلي وقتها منقول ميد إن سوريا بالفعل وهيك نحن بنقدر نخلق تجربتنا ونموذجنا اللي ممكن نباهي فيه بالمستقبل. إذا بدأنا بهذا وأنجز التوصيف الوظيفي للكليات خلال هذه الأثناء إدارة الجامعة أمين الجامعة تلقف هذه القضية وقال نحن في عنا لجنة مشكلة بالوزارة إلى سنتين بهذا الموضوع معناتها أنتو المركز أو القسم المركز المناسب لنقدر نحن نعمل هذا النظام الداخلي وبالتالي انطلقنا بمشروع هالمرة مسودي وضع مسودي لتعديل النظام الداخلي للجامعات الحكومية كلها بسوريا ونحطه بعدين بين إيدين وفق هاي الأسس وفق هذه الأسس فخلصنا انطلقنا هلأ بتوصيف وظيفي للمديريات خلصنا أول 5 مديريات وعم ننتقل للبعض. على فكرة موضوع المجموعات الوظيفية والمهارات أكلت لحالة معنا شغل أكثر من شهرين صار عندنا 5 مجموعات وظيفية رئيسية كتير تعبنا بموضوع المهارات اليوم مش بقى مطلوب أبدا وما لازم أبدا وعم بحكي على نظري ولازم يكون عملي بالمستقبل هلا في جزء منه عملي بكرة هلا بقلكم شو العملي اللي عم نشتغل عليه لأنه حتى نربط الفكر بالتطبيق بس ما لازم يبقى بقى نظري أي شخص أوكي أهلا وسهلا بهذا المكان. هذا المكان حتى تجي عليه في مجموعة من المهارات والمؤهلات يلي لازم تكون متوفرة فيه صحيح. لازم يكون عندك تخطيط استراتيجي قدرة على الإبداع قدرة على اتخاذ القرار إدارة وقت إدارة شخصية. اجتماع اليوم عندها مشكلة إدارة اجتماع يعني قديش في بساطة من هيك وأحيانا بيكون عندنا مشكلة في إدارة الوقت مثلا على سبيل المثال القدرة على اتخاذ القرار صح. الحلول الإبداعية نخلق ناس مؤهلين يعني نحن بالأزمة كنا ما أحوجنا تجذيب. اليوم إلى إدارات فعالة في إطار الأزمة. طبعا إذا هذا لو كنا عم نشتغل عليه من قبل ربما كنا أنتجنا أو كان عندنا إنتاج كان ربما أكثر من هلأ. نحن بدنا نكون مع الندوة ما تقرير عن هذه الندوة لنتعرف أكثر عن صحيح. إدارة الموارد البشرية ونحكي بعدين على شق الإجراءات بعدين أدلة الإجراءات نعم دكتور من تابع بوصف شوف مهامك بقوم الأداء بحفز برقي بدرب بعدين بخطط وهكذا دوالي. أضحى عالمنا اليوم متسارع الخطى في الاكتشافات والمعرفة في ضوء التطور التكنولوجي المبهر والذي من شأنه خلق احتياجات ضرورية وأساسية للنهوض بالمجتمع. ومن هنا أتت فكرة عمل مركز ضمان الجودة للنهوض بجامعة تشرين بكلياتها ومعاهدها العليا والمتوسطة من خلال السعي المستمر والحثيث لتطبيق معايير الجودة في التعليم. مركز ضمان الجودة هو أحد المراكز التي أحدثت على مستوى الجامعات السورية في عام 2011
إذا بدأ عمله في عام 2011 وهو استمرارية لمديرية ضمان الجودة والاعتماد التي كانت بدأت عملها قبله ومن ثم تحول إلى مركز ضمان الجودة. طبعا من عام 2011 وحتى اليوم قام بمجموعة من الأعمال والنشاطات بهدف ضمان جودة المنتجات الجامعية بمختلف مخرجات. نحن الآن في صدد طرح مشاريع التطوير الإداري تتمثل بستة محاور. محاور تتعلق بدليل إجراءات الطالب، تبدأ من المفاضلة وانتهاء بتخرج الطالب من الجامعة. لدينا مشروع آخر هو الأتمتة، أتمتة العمل الإداري في الجامعة، مشروع تعديل النظام الداخلي لجامعات الجمهورية العربية السورية. بالنسبة للطلاب موضوع التنظيم الإداري هام جدا، لأنه أعداد الطلاب صارت كتير كبيرة، تبسيط الإجراءات وتنظيم العملية كتير يختصر وقت للطالب وللموظفين. علما إن السعي إلى الجودة هدفه الأساسي إعداد الخريج القادر على المنافسة في ضوء متطلبات سوق العمل. ضمان الجودة في الكلية جزء لا يتجزأ من ضمان الجودة على مستوى الجامعة في مديريات ومؤسساتها، ونحن حريصين كنا تماما على أنه نقوم بعملنا الجدي مع وحدة ضمان الجودة في الكلية للوصول إلى الهدف المنشود. أصرنا عليه ووصلنا إلى الهدف اللي نتمنى نحن كل الكليات تتنافس للوصول إلى هذا التكريم من قبل إدارة الجامعة. العمليات التكريم اللي صارت من مبدأ مديرية الجودة، فنحن في كل كلية من الكليات في عنا دائرة لمركز الجودة، فهالدائرة هاي أو المديرية تبعية الكلية بيكون في أعمال لهم عم ينجزوها بإنجازها، فتقدموا في هالإنجازات هذول سبع كليات، فسبع كليات بين بعضهم شافوا مين الأقوى بالعمل ورشحوا ثلاثة انه هذول الاجدر في انه ياخذوا الدرع، وبالتالي هن بتصويت بيناتهم عطوا انه تكون هذا الدرع لكلية المعلوماتية وكلية الهندسة المدنية وكلية التربية الرياضية. الجودة هي ثمرة جهود متكاملة لا يمكن الوصول إليها دون توحيد الرؤية وتضافر الجهود لتخريج جيل واعي مؤمن بقضاياه الوطنية ومسلحا بالمعلومات والمهارات التي تؤهله لممارسة دوره في سبيل بناء الوطن ورفعته في جميع المجالات ليتبوأ المنزلة الوطنية التي تليق به بين الأمم. تابعنا هذا الاستطلاع دكتور عن الندوة، خلينا نحكي شوي عن التطوير الإداري. شو هي الأدلة الإجرائية اللي كانت موجودة، أهميتها ما صحيح. هي الأدلة الإجرائية اعتمدتوا عليها في التطوير الإداري؟ تمام، صحيح قبل الدخول بالأدلة الإجرائية كان في توزيع لدروع التميز لأفضل الكليات. اشتغلت سنة، طبعا نحن كل سنة عندنا برنامج عم نشتغل عليه بيبدأ من هون من جودة العملية التعليمية لننتهي بعمليات التدقيق الداخلي بعدين والنتائج والقياسات على أساسها. في عنا أكثر من ربما 10 12 أو 13 أو 14 إجراء ونشاط بتشتغل فيه الكلية، يعني بين توصيفات وبين استبيانات وبين ملفات مقرر وبين إلى آخره. فآخر شيء بصير في عم تشكل لجنة عم تحط معايير للتميز وعم يوزع هذه الدروع، وأيضا هي سابقة يعني حقيقة طبعاً بمركز ضمان الجودة، بيخلقوا نافسة وخبرات يعني كتير حلو. يعني الكثير من العمداء اللي كانوا موجودين كلهم تمنوا لو كانوا هون بهذا المحل وعم بيتكرموا، خلق عندهم الحافز أكثر ليشتغلوا أكثر. نقدر نعرف أي كلية مثلاً تحفيز. كانت طبعاً في ثلاث كليات اللي هي اليوم بهذا العام، طبعاً كل سنة هي كل عام، كلية الهندسة المعلوماتية، كلية الهندسة المدني، وكلية التربية الرياضية. هن ثلاث كليات على مستوى الكليات. بالنسبة للأدلة الإجرائية تماماً، اليوم اجينا نحن على موضوع التطوير الاداري، قلنا نحن التطوير الاداري حتى انا يعني اطور في العمليه الاداريه لازم يكون في عندي مرجعيه. طيب انا عندي مراسيم، عندي قوانين، اوكي، مئات قرارات مجلس التعليم العالي، بس انا اليوم، طيب انا اليوم بالامتحانات او انا بشؤون الطلاب او انا عضو هيئه تعليميه مثلا او انا طالب دراسات عليا او انا طالب عادي، طيب بدي اعمل هذا الاجراء لنفترض، بدي انا اسجل، أنا بدي طلع وثيقة تأجيل، بدي أنا طلع بدل إعفاء، شو هو الإجراء؟ شو هي الخطوات؟ شو هي الوثائق؟ شو هي النماذج؟ هلا بتقولي لي مش موجودة، لا طبعا موجودة بالكليات، ولكن كل كلية عم تشتغل بطريقة ربما مختلفة، ما في توحيد بالنماذج، وقد تكون بعض هذه الخطوات هذا الإجراء مش موجودة بالإجراء الثاني. هي واحد اثنين، ما في شيء مكتوب. إحنا بالجودة عندنا قاعدة
اول شيء لازم توثق وتكتب بعدين تطور. فاجينا نحن ما لقينا هذه المرجعيات التنظيميه. اذا كان عندنا فراغ بالخارطه التنظيميه بشكل كامل. هذا الفراغ مش موجود عندنا بس انا عم برجع عم بحكي مشاكل موجوده تقريبا بكثير مؤسسات وشركات القطاع العام. اذا قلنا حتى ننطلق بعمليه تحسين العمليه الاداريه ومن ثم تبسيط الاجراءات، توفير الوقت والجهد والتكلفه على الطالب بشكل اساسي، على الموظف ايضا، على كل من له علاقه في هذا المنتج، لابد انه ان نوثق، ان نضع ادله اجراءات. الهدف منا لما بحط انا دليل اجراءات، طبعا انجزنا اليوم وان شاء الله راح يعني يطبع وسيعمل به اعتبارا من فصل الدراسه القادم، وموحد وموحد بكل جامعه دليل اجراءات خاص بالطالب بالمرحله الجامعيه الاولى. 35 اجراء، كل الاجراءات اللي ممكن الطالب يواجهها اعتبارا من التسجيل حتى ياخذ الشهاده الكرتونيه، كل هذه 35 اجراء اصبح موصف مكتوب، مهام وقونا الصلاحيات والمسؤوليات، الزمن اللازم للإجراء، حلو، من المسؤول عن الإجراء، ذائد خريطة مستندية بالإجراء بتقول له هالإجراء هالمستند أو هالأهل منين بيبدأ ولوين بينتهي. نعم. هذا رح ينطبع ورح يتوزع للطالب بالتكلفة لما بيسجل. أسئلة هيك لو قصيرة نحن لنستفيد، إنه هلأ مثلا هذا الإجراءات كلها إلى أي حد نحن عند التطبيق عم بتكون في مرونة، يعني نحن ما نصطدم بعقليات بجوز موظف اليوم بيقول لك ما بدي يعني نحن عنا هل في ترهل والتطوير الإداري من شأنه أنه يرتقي بها. نحن إلى أي حد اليوم حتى إذا ما نطبق هذا هلأ نظريا رائع، بس عمليا شو نحن كيف نقدر نطبق عمليا؟ كتير سؤالك حلو كمان اليوم. طبعا هلا سالوني انا، قالوا لي انت عم تبسط اجراء، قلت لهم لا انا عم بوثق، هلا عم بكتب اجراء بعدين تبسيط الاجراء لاحقا، بس انا الاجراء كما هو اليوم عم بكتبه. ليش عم بكتبه للاجراء؟ مشان جاوبك على سؤال حضرتك هلا بجاوب. اليوم اول شيء نحن قلنا بنوحد الاجراءات بكل الكليات، يعني انا طالب باي كليه ما هيك الاجراء نفسه بالكليه الثانيه واحد. اثنين، توحيد النماذج الوثائق، ما بصير انا كليه اعمل نموذج على كيف. هذا صار في توحيد من خلال اداره مركزيه وضبط، في عنا اجراء بالجوده اسمه 9001، ضبط الوثائق، بيطلع نموذج من اداره الجامعه مكود له كود معين بتوزع بشكل اصولي على الكليات ويتم استخدام النموذج. اذا هذا اثنين. ثلاثه، ما عاد عندنا علم وخبره بتروح بروح صاحبه. لما انا اصحاب هدول العلم، طبعا انا بدي وجه كثير شكر لاداره الجامعه بالكامل، احنا عندنا ايضا في قاعده بالجوده، الجوده ما بتنجح اذا ما في دعم من الاداره الاكاديميه. طبعا. اليوم كل الاداره الاكاديميه عم تشبك معنا وعم تشتغل معنا، فاليوم ما عاد في واحد عنده خبره 30 سنه راح وراحت معه الخبره، لما انكتبت هذه كلها وتوثقت وتم نشرها والعمل فيها، شو معناتها؟ معناتها خبرته 30 سنه شو صارت؟ نجحت، وبالتالي اي حدا بيجي بيدخل بحل محله إذا بخبرة قليلة مع المهارات اللي حكينا عنها مع الاطلاع على هالكتاب أو على هذه الإجراءات، إذا يستطيع أن يدير العملية. إذا هذه الأدلة جامعة بحد ذاتها بتحطيها قانون بأي محل. قانون تماما بأي محل، طبعا هي تطبيق، طبعا هي فرع من فروع القوانين، هي مكمل تماما. نحن دائما الخارطة التنظيمية، اللائحة التنظيمية مكملة للائحة التشريعية والقانونية مثل التعليمات التنفيذية لأي قانون. اليوم معك حق، اليوم طبعا نحن عنا شؤون الطلاب ما هيك هي رح تطبق بالكليات، يا ترى قادرة على عملية التطبيق؟ لا شك اليوم أول شيء رح نعمل دورات بهذا الإجراءات لكل العاملين بهذا المجال. شكلنا أيضا لجنة اليوم لتقوم وضع شؤون الطلاب بما يتناسب مع الدليل. يعني كمان أنا شؤون الطلاب فيها وصفين مثلا تعمل 35 إجراء بهذا، يعني ما بيقدروا أو بنية تحتية أو ما عندهم حواسيب، ما عندهم أعداد الموظفين اللي هن رح يشغلوا هذه المهام ينفذوها يأدوا لها المهام، البنية التحتية، الكمبيوترات، الطابعات. إذا لا شك هناك لجان إذا سوف تقوم وبالتالي سوف تقوم بعملية إذا التدعيم المباشر من أجل إذا تأمين أداء هذا الدليل على النحو الأفضل وبشكل أكبر. هذه الحلقة هي الحلقة الأولى من مشوار طويل. نعم والله هو شاق وطويل. طويل طويل. يعني يا ترى دكتور بعدين بنحكي فيه. يعني يا ترى دكتور رح يكون دور الطالب والطلاب يعني في في تطبيق نظام الجودة بالتعليم. نحن الدليل إجراءات الطالب اختبرناه في كلية الزراعة. نحن في كلية الزراعة. نماذج الوثائق طبقناها لمدة 3 شهور اختبرناها، طبعا كان الاختبار جيد، كان في بعض الملاحظات على بعض الوثائق رممناها. هلا شو رح نعمل؟ رح نطبقه ما هيك، رح نعمله التطبيق. شو رح يصير؟ من خلال التطبيق شكلنا إجراء اسمه كيفية تعديل الإجراء، شكلنا لجنة
من خلال الرقابة على الأرض مباشرة. نعم. وأصحاب يعني وأصحاب الشأن بهذا الإطار. نعم. أي عملية خلل في أي إجراء يتم مباشرة إشارة له بنبعث بشكل أصولي للجنة، طبعا اللي مركز ضمان الجودة رح يكون جزء منها، بينظر فورا وبتعدل التعديل وين بيصدر مباشرة، ممكن بالإصدار الثاني لأنه هو إصدار سنوي. بالإصدار الثاني رح يتعدل مباشرة الدليل، إذا الدليل مرن وقابل للتعديل بأي لحظة، وآلية التعديل موجودة بمقدمة الدليل نفسه. نعم. كل الحقيقة هو كل بند من بنود عملكم يحتاج إلى يعني الحقيقة حلقة وتوضيح، لكن هو يأتي في عملية التطوير الإداري، ونحن صار عنا وزارة يعني خاصة بالتطوير الإداري، وأكيد هو من شأنه الارتقاء بعملنا في كل مؤسساتنا وبشكل خاص يعني الجامعات، لأن هي خزان بشري هائل. تنميه صغير يعني شبكنا. لكن حابة مرة تانية أنه نحكي عن الموارد البشرية. صحيح. كشباب بهي المرحلة العمرية الهامة. صحيح. إن شاء الله بالمرة القادمة. تمام. تنميه صغير. نعم. شبكنا اليوم مع وزارة التنمية الإدارية، مشكورين جدا جدا. وهلأ بصدد أداد اتفاقية للتطوير الإداري بجامعة تشرين. نعم. برعاية الوزارة. تمام. وتعميم التجربة على وزارة التعليم العالي بالكامل إن شاء الله بالتوفيق. نعم. وجهود أحلاقية كتير مهمة وكبيرة، ونحن اليوم بحاجتها وسط متغيرات وتقنيات عم نعيشها. شكرا جزيلا لحضورك، وتمنياتنا بالتوفيق، وأكيد لنا لقاءات كتيرة قادمة من كل الشكر كون. والتقدير لحضرتكم، كل الشكر، كنتوا فرصة لنقدر نحن نعبر ونطلق هذه التجربة أيضا من خلالكم. كل التحية والتقدير لحضرتكم، ألف شكر لكم. أهلا وسهلا. شكرا لحضورك دكتور مديان، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا.